عليكم متابعيني الكرام، مرحبا بكم معايا في قناة هشام فيزيك. أواشر مباركة وتكونوا فرحانين بالصحة والسلامة وباش ما بغات خاطركم. اللي عندهم وحية الله يخليها له، اللي مات الله يرحمها في هذه الأواشر هذه. إن شاء الله رمضان على الأبواب، ورمضان راكم عارفين شحال من واحد تبارك الله الدراري تيكونوا مزيانين تيخافوا ولا يطيحوا. بالعكس ما عمركم تخافوا، لونطريمون ترينيو عادي وكلوا عادي، وان شاء الله احسن لونطريمون في رمضان هي قبل ساعه تمشي تجري ولا هي تمشى. حاول هي تمشى، هي المشي مزيان والحركات، وفي العشيه ان شاء الله باش تجي تاكل داكشي اللي قسم الله وتترتاح، وفي العشيه تمشي تصلي صلاه باش دير شي حاجه وتتبقى غادي بالبروغرام. اللي تبارك الله النيفو ديالو مزيان يحاول يتريني نهار ياه نهار لا، ولا يومين اه ونهار لا، واللي تبارك الله يلا اللي عاد بدا ولا هادي ممكن يتريني نهار ويجلس يومين ويتريني نهار، المهم نقطه بنقطه تيحمل الوقت. ان شاء الله البروغرام ديالنا اليوم غنهضروا على رمضان كيفاش نترينيو وكيفاش ان شاء الله نحاولوا على اللياقه ديالنا وكيفاش نمشيو باستمراريه ان شاء الله. أواشر مباركة وتكونوا فرحانين باش ما بغيتو، ويدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. شكرا متابعين الكرام، مرحبا بكم معي في قناة هشام فيزيك. اخوان رمضان ان شاء الله على الابواب، يدخل علينا بالصحة والسلامة لينا وليكم ان شاء الله. كما نقولوا بالنسبة للماكلة قبل الافطار، بالنسبة للماكلة قبل الافطار حاولوا اخوتي تجنبوا الحاجة اللي فيها السكريات خايبة، حاولوا تجنبوا اي حاجة فيها السكريات، حاولوا نركزوا على الشلايض ونركزوا على الحوت والعصير. المهم الماكله اللي مفيده للجسم هي اللي ناكلوها، باش نحاولوا ناكلو كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا ما نغلقوش بزاف، يعني نحاول عندنا واحد الوجبه نحاول نقسموها جوج، يعني فيما تكون عندي شي وجبه نحاول نقسموها شي جوج. من الاحسن ناكل شويه ونجلس جوج سوايع، وناكل شويه ونجلس جوج سوايع تبدا تتسابق، اما باش تجي النهار كامل وانت صايم وتتاكل شويه تجي قاصحه. بالنسبه للدراري اللي رياضيين، وبالنسبه اللي ما رياضيش حتى هو يحاول يلقي ماكلته، وبالنسبه للناس اللي عندهم الكاش وعندهم الجناب في رمضان هذه فرصه ان شاء الله بحول الله فين يترينيو وفين يمشيو للاصال ولا يجريو في البحر ولا في الطبيعه. من الاحسن حاولوا تجريو في الطبيعه باش تنشفوا الكرش، وحاولوا ديروا حركات وحاولوا تجهدوا في راسكم شويه باش تنشفوا الجسم ديالكم. وفي الماكله حاولوا تاكلوا الحاجه اللي هي مزيانه وناشفه باش ان شاء الله باش تدوز واحد 20 يوم ان شاء الله يقرب يخرج رمضان تقارب شي 10 ايام تتبان المفعول ديال النتيجه ديال العمل ديالك اللي خدمتيها. وان شاء الله بحول الله حاولوا، المهم انا النصيحه ديالي حاولوا تحيدوا من الحلويات، الحلويات ما تاكلوهمش، وحاولوا ما تاكلوش بزاف في الوقت اللي تكونوا تتفطروا. حاولوا تقسموا الماكله ديالكم على خمسه ديال الوجبات ولا اربعه ديال الوجبات باش تمشي مزيان ان شاء الله. أواشر مباركة وتكونوا فرحانين بالصحة والسلامة، وإن شاء الله الملتقى بحول الله وحنا ديما معكم. وحاولوا اللي بغى يعرف شي حاجة يقول لي في لي كومونتير وأنا نجاوبكم إن شاء الله، وتا شي حاجة ما صعيبة غير هو التركيز، وإن شاء الله اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا تتحصلوا على النتيجة ديالكم. هي حاولوا كيفاش تنظموا الأكل ديالكم صحي، وحاولوا تحيدوا السكريات وإن شاء الله تولي مزيانين. حاولوا تجريو قبل المغرب بساعة ولا بنص ساعة على حسب المجهود ديال الإنسان، اللي تبارك الله مولف يحاول يخرج قبل ساعة، واللي ما مولفش يحاول يخرج قبل نص ساعة. هي هاديك يديرو تمريرات، حاولوا تاكل تمريرات وسير تصلي وجلس ارتاح شوية، عاد كل الوصفة ديالك باش إن شاء الله تدات تتاخد راحتها وتتاخد داكشي اللي بغات، ومنها أنت تستافد والجسم ديالك تستافد. وإن شاء الله الملتقى إن شاء الله، ونتحماق عليكم كل شيء جيم وكومونتير زويون، وبارطاجيو مع الحباب والصحاب، والى الملتقى ان شاء الله. مرحبا بكم اخوتي، خليكم مع هاد اللقطات الجميله.